زي ما كنت بقول لكم خلاص فاضل اقل من 48 ساعه وندخل بقى اختبار جديد للنادي الاهلي في موسم اصلا صعب خلقه لوحده ومليان تحديات. يعني زي ما قلنا من البدايه عندنا اكتر من بطوله واكتر من تحدي لنجوم النادي الاهلي ومدربهم مستر كولر. طبعا هنلعب يوم الجمعه الجايه اول مباراه لينا في كاس العالم للانديه امام اتحاد جده السعودي، واحد من اهم واكبر واتقل انديه المملكه العربيه السعوديه والشرق الاوسط، والفريق المدجج بالنجوم ابرزهم طبعا الهداف الكبير كريم بنزيما، الفرنسي كانتي، وطبعا رومانينو طبعا البرازيلي، ودول بالمناسبه يعني هم اللي سجلوا في ماتش امبارح امام اوكلاند سيتي، كان طبعا لقاء قوي جدا ما بينهم. مباراه الاهلي والاتحاد نقدر نقول ان هي الى حد كبير خارج التوقعات، وبالمناسبه احنا سبق قبل كده ولعبنا مع بطل اسيا بشكل عام اللي هو نادي الهلال وكسبنا وقتها في مباراه تحديد المركز الثالث برباعيه لو حضراتكم تفتكروا، كانت واحده من اهم مباريات النادي الاهلي عبر تاريخه. لكن طبعا مباراه يوم الجمعه اللي جايه امام اتحاد جده هتكون اصعب بكتير. ما تنسوش حضراتكم ان السنه الاخيره دي الوضع في المملكه العربيه السعوديه كرويا اتغير 180 درجه، يعني حصل طفره كبيره جدا وشفنا اسماء اهم نجوم العالم بيلعبوا في أندية السعودية المختلفة، طبعا يعني انضموا كلهم للدوري السعودي، وده أكيد رفع من المستوى التنافسي بكل تأكيد. بس اللي احنا مستنيينه ودي حاجة برضو من الحاجات اللي احنا بنعول عليها دايما جمهور النادي الأهلي، الحضور الجماهيري. طبعا المصريين يعني بسم الله ما شاء الله كتير جدا في المملكة العربية السعودية، وهنلاقي الملعب مليان من جماهير النادي الأهلي اللي زائرهم في المدرجات لوحده ممكن يبقى له قول مهم في هذا اللقاء. بنتمنى لهم كل التوفيق. بص يعني زي ما احنا ذكرنا قبل كده الكرة السعودية بقت متطورة بشكل كبير، يعني مش قصة بس محترفين. امبارح طبعا كان الاعتماد الأكبر على المحترفين، لكن برضو اللعيبة السعودية كريم كانوا كويسين. يعني الحق يقال اللعيبة السعودية المحليين فعلا كويسين جدا، بغض النظر عن رومارينيو وكانتي وبنزيما كل الأسماء الكبيرة دي، واللي احنا قلنا عندنا طبعا قلق، مش هقول تخوف منهم بس عندنا قلق طبعا منهم، وده طبيعي جدا انك تلعب مع لعيبة عالمية طبعًا. عالمية من ناحية الأرقام، عالمية من الأندية اللي بيشاركوا فيها، من المنتخبات اللي بيشاركوا فيها، كل دي حاجات لازم تحطها في الاعتبار وانت بتتكلم عن المنافس بتاعك طبعا. بس على كل حال برضو انت هترجع تقول تاني انا النادي الأهلي، هقول تاني التاريخي وإفريقيا والأول إفريقيا والبطل، ان انا اول يعني انا او خليني اقول انا رقم واحد في الدول العربيه في الانديه مقارنه بالدول العربيه كلها اللي وصلت للبطوله دي تاسع مره بلغه الارقام دي تاسع مره. فبرضو يا كريم انت محقق اوريدي تاريخ او انجاز مش قريب حتى حد ليك فيه، فلا معلش انت برضو مهما كنت بتنافس مين انا اعتقد ان احنا لازم نبقى حاطين في دماغنا احنا برضو نبقى مين. برضو انت النادي الاهلي دي كبيرة جدا، وكبيرة جدا عشان تاريخك هو اللي خلاك تبقى كبير جدا. لما تيجي تدخل منافسة لازم تعرف المنافسين اللي معاك مين، انت في حتة لوحدك، فالقصة مش صعبة ابدا. اه طبعا عندنا كان مشاكل فنية كبيرة جدا الفترة اللي فاتت وظهر هذا الموسم بشكل كبير واكبر كمان من الموسم اللي فات، لكن انا بعتقد ان النادي الاهلي فيه تاني هنرجع نقول وحضراتكم ايه تتفقوا معايا انا وكريم في ده، في البطولات الكبرى والبطولات الاساسية هو بيلعب بشكل تاني خالص. يعني ممكن العب وحش، ممكن مبقاش مركز قوي، ما عنديش دوافع، الاخطاء كده كده متكررة في البدايات مع المنافسين اللي هم بحس ان هم يعني اضعف مني فنيا، لكن لما بلعب بجد انا بلعب بجد، هي دي النقطه. ده اللي احنا عايزين نشوفه بقى ابتداء من يوم الجمعه ان شاء الله. ده اللي شفناه قبل كده. طيب انت رايحه وانت قبلها بايام او حتى بساعات معدوده واخده لقب النادي الافضل على مستوى افريقيا في 2023 طبعا. ده لوحده المفروض برضو يبقى يدي للعيبه بتاعتنا يعني دافع كبير وحافز كبير. بس ان شاء الله ان شاء الله يكون يعني نهايه هذا اللقاء تسعد جماهير النادي الاهلي في كل مكان باذن الله.